وصفة جميلة جدا تنفع ليكي ولبنوتك الجميلة، تنفع كمان للرجال وللمتزوجات، ملهاش ريحة خالص. وصفة مائية جميلة هتخلي شعرك لحد ظهرك طويل كثيف بدون تساقط بدون صلع. هتدعي لي بعد الوصفة دي وكمان بدون غسل. بحبكم جدا، ما تنسوش الاشتراك وكمان اللايك، ويلا بينا نعرف ايه هي الوصفة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وصفة جميلة جدا وسريعة في تطويل وتكثيف الشعر. متأكدة جدا ان انتوا هتدعوا لي، لان هي مكونين بس متاحين في كل البيوت، وكمان مش غاليين، حاجات مش مكلفة خالص زي ما انا معوداكم. باقل التكلفة بتخلي شعرك جميل جدا طويل وكثيف. يلا بينا مع بعض نعرف ايه هي الوصفة دي، لكن طبعا فضلا وليس امرا ان هي تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس. عندي الاشتراكات يا بنات واقعة جدا، من فترة القناة الاشتراكات فيها ضعيفة ومعرفش ايه السبب. معظم الناس اللي بتتفرج بتبقى مقبلة جدا على الفيديو، لكن معرفش بيكسلوا او مش بياخدوا بالهم يعملوا اشتراك. فطبعا فضلا لو انت لقيتي نفسك بتتفرجي على الفيديو ده وانت مش عاملة اشتراك، اعملي اشتراك واضغطي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا هسيب لكم في اول كومنت وفي صندوق الوصف اللينك بتاع صفحتي على الفيسبوك. عايزه دعم جامد هناك يا بنات. الاشتراكات برضو هناك مش كتير خالص، وانا عاملاها من فتره، فانت لو انت مش مشتركه في صفحه الفيسبوك صدقيني فايتك كتير جدا هناك. يلا بينا على طول نبدا في الوصفه، ويلا بينا اقول لك ايه هو المكون الاول. المكون الاول يا بنات هيكون عندنا هو الروزماري. زي ما انت شايفه طبعا الروزماري جايباه طبيعي مش مجفف. انت تقدري تستخدمي المجفف، مفيش اي مشكله خالص. اهو انا بقول لكم عشان متاكده ان هلاقي كومنتات كتير جدا بتقولي يا صوفيا هو ما ينفعش نستخدم المجفف اللي بيبقى جاي من عند العطار ناشف؟ ينفع تستخدمي المجفف طبعا، لكن بقالي فتره بحب استخدم اللي هو الطازه ده. ليه بقى؟ بيبقى حلو جدا جدا، وبحس ان يعني بيبقى سريع جدا في النتيجه بتاعته. ببدا اجيب طبق زي ده وابدا احط فيه اهو كده بالشكل ده، ببدأ ان انا اضيفه. طبعا انا غسلاه كويس جدا، مهم جدا ان انت تغسليه لان هو بيبقى مليان طينة وبيبقى مزروع وبيبقى موجود مثلا في اماكن مفتوحة مش مغلقة، فافضل طبعا ان انت تغسليه. المكون التاني اللي عندنا برضو حاجة قوية جدا جدا جدا، انا ما قلتلكوش الروزماري من ضمن الحاجات اللي بتطول الشعر جدا 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 وبتكثفه، ومن ضمن الحاجات اللي ساعدتني على علاج تساقط الشعر، وحلوة قوي، هيساعد على تكثيف شعرك وهيبقى سريع جدا. بصراحة مش هتندمي خالص على استخدامه وهتحبيه جدا جدا. تمام، يلا بينا مع بعض بقى نعرف احنا هنستخدمه ازاي وايه هو المكون التاني. المكون التاني اللي هيكون عندنا وهو الجنزبيل او الزنجبيل، في ناس بتقول عليه كده وفي ناس بتقول عليه كده. انا مش هحتاج غير واحدة بس من الجنزبيل. تمام، الجنزبيل لو قعدت اقول لكم من هنا لبكره استخداماته وقد ايه جميل جدا على الشعر محدش هيصدقني. حاجه كده سحريه جدا جدا، وعايزه اقول لكم بس وانوه ان الهنود شخصيا بيستخدموا الجنزبيل ده في شعرهم، طبعا بياكلوه كمان، وداخل في مستحضرات كتير جدا جدا هنديه. محدش يقدر ان هو ينكر فوائده، وبيساعد على تكثيف الشعر وتطويله، وطبعا بيعالج الصلع المبكر، بيعالج الصلع الوراثي، وحلو قوي 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 قوي. ولو انت شعرك بجد بايظ يبقى الوصفه دي عشانك. طبعا انا هنا غسله الجنزبيل كويس. كنت قلت لكم قبل كده اهم حاجه ان انت تغسلي المكونات بتاعتك. تعالي مع بعض بقى اقول لكم هتستخدميها ازاي. اول حاجه هتعمليها وهي ان انت هتحطي الوصفه دي بقشرها، يعني مش هتقشري الجنزبيل، ما بحبش ان انا اقشره بصراحه، بحس ان فوائده برده مع القشره. شايفه المنظر ده؟ بصي بعد ما قطعتها بقت عامله ازاي، حلوه جدا جدا. بصوا قطعتها اهو دلوقتي وانا غسلاها، مش عايزه اقول لكم طبعا الريحه نفسها عامله ازاي، ريحه جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو. فاضل اضافه بسيطه جدا وانا بحب اعملها. دلوقتي انت عندك اختيارين، اول اختيار وهو ان انت تغليها لمده 15 دقيقه، بس انا في حاجه تانية اتعلمتها الفتره اللي فاتت دي بصراحه وكانت احسن بكتير من فكره الغليان.
وهي يعني انت بتغلي كوبايتين من الميه وتحطيهم في المكون، وبعدين تغطي على الوصفه وتسيبيها منقوعه طول الليل. بتفيد جدا جدا جدا، لان الميه بتبقى يعني مش مغليه، بتحسي ان انت مش بتحرقي المكونات، مش بتبوظيها، وهي بتبقى حلوه جدا. فبصراحه يعني بتفيدك جدا، احسن من المغليه 100 مره. بسيبها منقوعه طول النهار، انت ممكن تنقعيها ساعتين ثلاثه براحتك. انا بصراحه بحب ان انا انقعها طول الليل، والصبح بغسلها او بحطها على شعري عادي. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده، ميه سخنه غلياها اهو، طبعا انا غسله الروزماري كويس جدا. عارفه بقى لو انت ما كنتيش غسلاه كنت هتلاقي الميه لونها اتغير، بقى لونها طينه، وبقى فيها حاجات كتير مش حلوه، مش لطيفه خالص، هتبقى مش مغسوله كويس. فبصراحه انت نفسك هتقرفي. تمام، انا هنا خلاص ضفت المكونات دي وعملت كل حاجه، هبدأ اغطي على الوصفه دي كلها زي ما انتم شايفين كده، هغطي عليها واسيبها منقوعه طول الليل، وبعدين اجيلكوا اكمل معاكم الوصفه. اهو يا بنات بسم الله، شايفين الجمال، شايفين اللون. طبعا الحراره اللي انتم شايفينها دي حبايبي، انا بعد ما سبتها مغليه، قصدي سبتها طول الليل مقفول عليها، تمام، جيت في الاخر خالص رحت غلياها غليه الصبح، تمام، واول ما غليتها سبتها تبرد شويه وجبت اصور لكم. شايفين اللون عامل ازاي؟ حاجه كده جميله جدا. شايفين اللون؟ طبعا الجنزبيل نزل كل المكونات بتاعته، الريحه جميله جدا جدا جدا، وهتعجب الكل. يعني مش مثلا حاجه ريحتها وحشه ولا حاجه، لا، تنفع تستخدميها وتنفع لكل ست متزوجه تستخدم الوصفه دي، جميله جدا جدا. تمام، طريقه استخدام الوصفه دي سهله جدا وبسيطه، وانا دايما كنت بقول لكم عليها وبحب الطريقه دي. الطريقه دي هي طريقه البخاخ زي ما انتم شايفين كده. طريقه البخاخ دي من الطرق الجميله جدا جدا اللي انا بحب استخدمها، وهي ان انت طبعا انا هسيب الكميه دي زي ما انتم شايفين قدامكم في اللي هو الجنزبيل والروزماري في الميه بتاعتها، وهاخد شويه من الميه فقط. تمام، انت شوفي هتعملي الموضوع ده ازاي، هتطلعي مثلا الكميه دي وبعدين تحطيها هنا شويه، وبعدين تحطي تاني، تطلعي ترجعي تاني الجنزبيل والروزماري. تمام، بس انا بحب اسيبها منقوعه لحد اخر لحظه. بترد على شريك كل يوم قبل النوم مع لمده 5 دقائق. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، الوصفه دي بدون غسل، يعني ما تغسليش شعرك بعدها. فطريقه جميله وعمليه ومش هتاخد منك وقت خالص. فبدون غسل هتغسلي شعرك طبيعي، اللي هو بعد حوالي 3 ايام مثلا 4 ايام، على حسب المرات اللي انت بتغسلي فيها شعرك في الاسبوع. لو بتغسلي شعرك مرتين تمام، لو بتغسلي شعرك 3 مرات برده تمام. طريقة بسيطة جدا 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 وحلوة، وانا بعشقها، وبسيطة. الجنزبيل معروف ان هو بيكثف الشعر وبيعالج التساقط وبيحفز نمو الشعر بشكل خطير جدا، فبصراحة من ضمن الحاجات اللي انا بحب اعملها وانصحك بيها قوي. بس كده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. ما تنسيش اللايك لو عجبتك الوصفة، ما تنسيش تبعتيها لاي حد انت عارفة ان هو محتاج وصفة جميلة للشعر. بس كده، بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.